مرحبا، كيفكم؟ اليوم رح نحضر مع بعض وصفة بالقمردين مهلبية وعصير القمردين. كلكم تعرفوا انه القمردين لازم ينتقع بالماء على القليل 4 لـ 5 ساعات، وممكن ننقعه قبل بيوم عشان نخلطه بالخلاط اللي عنا، بس انا بخلاطي فيتاميكس رح احطه زي ما هو بالماء وشوية ثلج ورح يكون جاهز فوراً.